جميل جدا باذن الله. عايزين بس نروح لتفاصيل اكتر، المعسكرات المختلفه بقى، وهل هيبقى في لعب مثلا مع مدارس اوروبيه مختلفه استعدادا؟ يعني خلينا ننقل الصوره دلوقتي. هو طبعا احنا طول السنه اللي فاتت في السفرات دي كلها في معسكرات بتتم خلال البطولات الدوليه الموجوده السابقه، وكان في معسكر في اليابان قبل كده طلعوا اللعيبه السنه العام الماضي قبل كورونا، لكن لما حصلت كورونا اصبح المعسكرات الخارجيه فيها صعوبه طبعا. صعوبه طبعا، لكن احنا استطعنا شهر مارس ان احنا نعمل، او شهر فبراير بالذات ان احنا نعمل معسكر في روسيا للاعيبه جيانا فاروق وعلي الصاوي الحمد لله رب العالمين بصفتهم كانوا تاهلوا، فعملنا لهم معسكر خارجي، لكن دلوقتي كل المعسكرات داخليه. يعني على سبيل المثال في جهاز كامل مع جيانا وعلي الصاوي لانهم تاهلوا قبل كده، موجودين في المعسكر ده في الاسكندريه في الاكاديميه البحريه، ومعسكر اخر في المركز الاولمبي للثلاث لعيبه التانيين بجهازهم الخاص بتاعهم. كل فرقتين دول كل فريق له جهاز خاص بيه سواء بدني او مهاري، وبرضه تغذيه واصابات ملاعب وكل شيء موجودين اجهزه كامله لهم. جميل. طبعا اكيد متوقعين هيكون في منافسه شرسه وقويه جدا في الدوره الاولمبيه القادمه، فبرضه فرصه نعرف من حضرتك اقوى المنتخبات او اقوى يعني اللاعبين واللاعبات في الكاراتيه على مستوى العالم عموما، واللي بطبيعه الحال اكيد هيكونوا متواجدين في الاولمبياد. هو طبعا الكاراتيه لعبه كبيره جدا ومنتشره على مستوى العالم طبعاً. والابطال فيها كبار، احنا مصر طبعا مصنفه من ترتيب الاربعه الاوائل على مستوى العالم فعلا. هي. في المربع الذهبي عندنا الاساس المنافس الحقيقي، عندنا طبعا دوله اللي فيها البطوله اللي هي اليابان، اساسا هي الدولة المشهورة اساسا او فيها اكبر عدد من اللاعبين في كل الاوزان الموجودة سواء كاتا او في الكوميتيه، وبعدين يليها عندنا فرنسا وعندنا ايطاليا دولة قوية جدا، عندنا اذربيجان ايضا من الدول القوية في الكاراتيه، وان شاء الله في الالعاب القتالية بشكل عام الحقيقة في الكام سنة الاخيرة يعني. بالظبط، اذربيجان فعلا في الالعاب القتالية موجودة بقوة جامدة وشرسة، وتركيا موجودة ايضا بقوة كويسة موجودة ولها ثقل دولي موجودة، وايطاليا موجودة، فرنسا، دي كلها دول منافسة لنا. لكن ان شاء الله احنا بنوعد الدوله ان احنا ان شاء الله يكون لنا نصيب برضه في الاولمبياد.